كلام ستات، ازاي تهتمي بنفسك في مرحلة الاربعينات، ازاي تحبي نفسك في كل مرحلة من مراحل حياتك، التلاتينات، الاربعينات، الخمسينات، مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، ايه الاعراض اللي انت هتحسي بيها، ايه الفيتامينز اللي انت محتاجاها، محتاجة امتى تروحي لدكتورة نساء، وايه الاعراض اللي تحسي بيها اللي تقولك لا انت محتاجة لزيارة طبيبة نساء. قعدت ستات كده، واكتبوا في التعليقات اي سؤال ليكم، وبجاوب على كل الجميلات المتابعات الجميلات على قناتي. لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي واعملي لايك على السريع، ويلا بينا على الفيديو اللي باذن الله هيعجبك. اهلا بيكم يا كل الجميلات على قناتي مع ياسمينة البنات والستات. الفيديو ده شويه هنتكلم الستات كده اللي وصلنا لسن 42 45 48، بدانا نحس بحاجات غريبه كده، جسمنا واجعنا، عظمنا، ممكن على ال 43 ال 45 الدوره تبدا تعمل حركات غريبه معانا كده. زي ايه؟ ان مثلا تكون دورتك منتظمه. دورتك منتظمه دي يعني اللي هي بتيجي كل قد ايه؟ دورتك منتظمة بتيجي كل 26 يوم، 28 يوم، 30 يوم. يعني لو هي على طول بتيجي كل 26 يوم، كل 28 يوم، كل 30 يوم، فهي تعتبر منتظمة. دورتك انت اعلم بيها، بتقعد 5 ايام، 6 ايام، 7 ايام، اول يوم الافراز بسيط، اليوم الثاني والثالث بيبقى غزير، اليوم الرابع يقل، ممكن تقف في يوم وترجع اليوم اللي بعديها تنزل، وبعد كده مفيش، وبنغتسل ونتطهر. بتبدا اللي هي حاجة انت مش متعودة عليها، كانت مثلا بتجيلك بدون ألم، بدأت تجيلك بألم، بدأت تحسي بأحاسيس مش حلوة كده أثناء العلاقة الزوجية، ممكن برضو إيه نبدأ نحس إيه ما عنديش رغبة شوية. طبعا الموضوع ده بيختلف من امرأة إلى أخرى. ممكن ست تبدأ تحس بالكلام ده من أول سن الـ42، وطبعا وفي بنات ممكن مثلا يبقى تأخر بيهم سن الزواج ولم يتزوجوا، ويبدأوا يحسوا بالكلام ده من اول سن الـ39 والـ40. لاني اعتقد كده، طبعا انا مش دكتورة، بس بقراءاتي ان برضو الزواج والحمل والانجاب شوية طبعا ايه بيختلف هرموناته عن هرمونات البنت اللي لم تتزوج ولم تنجب. فهنبدا ان احنا لو الاعراض دي ايه يعني بتروح وتيجي، وكلنا مقريفين ومزاجنا، ويبدا يجيلك اللي هي يعني تقلبات مزاجيه كده، دي ماشي بتحصل لنا كلنا، لكن لو بدات تزيد وتحصل بصوره متكرره، فانت تحسي ان انت ايه داخله على المرحله الغلسه دي اللي هي اسمها مرحله ما قبل انقطاع الدوره الشهريه. ممكن المرحله دي تقعد سنتين ثلاثه، ممكن تقعد 5 سنين، ممكن تقعد 7 سنين، على حسب كل واحده وهرموناتها وكل واحدة والشكوى اللي هي بتشتكي منها. وطبعا اكيد ايه الست الهادية الكيوت غير العصبية المنفعلة، غير المرأة العاملة اللي عليها ضغوط، غير مثلا اللي قاعدة في البيت وشوية ما عليهاش ضغوط قوي، غير طبعا اللي عندها بنات بس او عندها ولاد وبنات، مع ان اللي عندها بنات او ولاد او ولاد وبنات مطلعين عينينا، ويعني ايه ربنا يعيننا ايه كلنا. طب ايه اهم حاجة انت محتاجاها ان انت تعمليها في المرحله دي؟ محتاجه ان انت تحبي نفسك، محتاجه ان انت تدي وقت لنفسك. انا بقول لكم اهو يا ستات، كلنا علينا مسؤوليات، سواء انت امراه ربه منزل كل شغلتك في الحياه البيت والولاد وجوزك، سواء انت بتشتغلي كان الله في عونك وشابوه ان انت بتشتغلي جوه البيت وبره البيت، على الرغم من كل ده انا بقول لك حبي نفسك واعملي وقت لنفسك، عشان لما انت هتركبي قطر التضحيات مفيش حد هيقول لك ايه شكرا وهننتخبك وانت رئيسه جمهوريه التضحيات، لا لا، كل واحد هيشوف حياتك، ولادك الصغيرين هيكبروا وهيبقى ليهم اصحابهم وحياتهم، وهيتخطبوا ويتجوزوا وكده وحياتهم. انت بقى اللي ايه لو شلتي الهم فوق دماغك وكل حاجه بتعمليها على نفسك، وان فرد واحد يخدم 4 5 افراد، لا يا حبيبتي مفيش حد قالك تعملي كده، قومي بمسؤولياتك، لكن لازم المشاركه، لازم اللي حواليكي يساعدوكي، لازم اللي حواليكي يشاركوكي، لازم يبقى ليكي وقت لنفسك. مفيش حاجه اسمها انا معايا 100 جنيه هشتري لولادي حاجات وانا مش مهم، لا، حضرتك رقم واحد في حياه نفسك. انت لو حبيتي نفسك اللي حواليك هيحبوكي، انت لو احترمتي نفسك وجسمك اللي حواليكي هيحترموا جسمك، وهيحترموا ان انت لازم تستريحي،
تفرحي وهيحترموا ان انت ليكي حق زي ما انت ليكي واجبات، عليكي برضو مسؤوليات. طب اهم حاجه بقى انصحك بيها مع دخولك في المرحله دي لعب الرياضه. يا ياسمين ده انا عقبال ما بخلص شغل البيت والورايا والحاجات دي كلها مفيش وقت خالص ان انا العب رياضه. مش لازم لعب رياضه نروح النادي ونروح الجيم، حضرتك بس ان انت تنزلي وتتمشي خطوه سريعه كده زي الفل. كلمي جارتك اللي بتحبيها وانزلوا كده اتمشوا وانتوا ماشيين، نذكر الله، ما ننمش، ما نجيبش سيره حد، ما نجيبش سيره الجيران، بس نشجع بعض. خدي بنتك وانزلي، لو بنتك قلبوزه او مليانه شويه يلا نشجع بعض، ننزل نمشي خطوه سريعه، شهيق وزفير، يعني نعمل كده تنفس، ده هيفرق جدا معاكي، هتحسي بطاقه سلبيه دخلت معاكي، لان المرحله دي بيبقى فيها تذبذب هرموني، فساعات بيجيلك ارق على الرغم من ان انت طول النهار تعبانه وعملتي حاجات كتير جدا في البيت ونزلتي اشتريتي حاجات وعملتي حاجات كده، بتيجي تنامي مش عارفه تنامي، ده اسمه أرق، تذبذب هرموني، تغيرات في جسمك. المشي بقى والمجهود والطاقة اللي بتطلعيها دي أكيد هتروحي تصلي العشاء وتنامي. اهتمامك بخلوة مع نفسك وخلوة مع ربنا، استماع للقرآن، الذكر، ان انت يبقى ليكي صحبة كده، ممكن ايه واحدة جارتي اخدها ونروح مقرأة او حفظ للقرآن، كل الحاجات دي بتعمل روحانيات حلوة. طبعا طبعا اللي هي اعمال الخير، وان انت مثلا تعملي اطعام، تعملي وجبات، توزعي يعني حاجات حتى لو في دار الايتام والحاجات دي كلها، شوكولاته، بونبوني، الحاجات البسيطه على الولاد دي بتبقى برده حلوه جدا وبتحسن النفسيه جدا. طيب لو انا بقى حسيت ان التغيرات المزاجيه زادت عليا، الارق، الصداع، بدات بقى البيريود تتغير، انت محتاجه في الوقت ده انك تروحي لدكتورة نساء، بتطلب منك ايه شوية تحاليل. من ضمن التحاليل دي مثلا لو انت ما عملتهاش قبل كده هشاشة العظام، الماموجرام. فالفترة دي انت محتاجة في الفترة اللي هي مرحلة الاربعينات من حياتك ان انت تعملي تشيك اب على نفسك، تطمني على نفسك، بتعملي ليه اشعة الماموجرام. الماموجرام دي اللي هي اشعة على الثدي عشان نطمن على ثدي حضرتك، مفيش بقى اي حاجة. ومش معنى ان الدكتورة طلبت منك اعملي اشعة ماموجرام ان في حاجة، ده تشيك اب، يعني انت عايزة تطمني على نفسك. هشاشة العظام عايزين نشوف بقى عظم حضرتك عامل ايه، لو انت محتاجه كنت تشربي كالسيوم، لبن، مش عارفه منتجات الالبان، بتاكلي بيض، مهتمه بالتغذيه، بتتعرضي للشمس. طبعا انا عارفه ايه اللي بيسمعوني دلوقتي هيقولوا لي ده احنا متهيالي النساء الوطن العربي كله مش بنتعرض للشمس وقاعدين يا اما في البيت يا اما في المول يا اما كذا، وكلنا عندنا نقص فيتامين د، بس لازم ان انت تعملي الاشعه الاكس راي دي على هشاشه العظام عشان نشوف كثافه العظام عندك، وتبداي بدري ان انت تاخدي كالسيوم مع فيتامين د والحاجات دي كلها. وهحاول اعمل لكم فيديو شورتس عن الفيتامينز والمكملات الغذائيه اللي دكتوره النساء كتبتها لي لما ايه انا رحت لها. اي واحده يا ستات بدانا ندخل في مرحله الاربعينات لازم اننا نهتم بنفسنا شويه زياده فيتامينز. وطبعا انا عملت لكم فيديو شورتس كده عجبكم كلكم عن علبه السعاده اللي انا بنصح بيها كل الستات، علبه كده حاطين فيها ايه، حاطين فيها تمر، مكسرات، زبيب، تين ومشمش مجفف، الشوكولاته الدارك هاتيها 72% كاكاو، 92% لو انت المراره بتاعت الشوكولاته دي ما فيهاش مشكله، الشوكولاته بتعلي هرمون السعاده، بتديكي يعني السيروتونين اللي هي هرمون السعاده، فالحاجات دي كلها انت بتحبي نفسك فيها. ما تقوليش ايه اصل انا مستخسره في نفسي ال 100 جنيه دي اجيب لنفسي بيها شوكولاته، حبي نفسك، اشتغلي على نفسك، شوفي انت متضايقه من ايه، اعملي كواليتي تايم مع نفسك، اسمعي، عايزه تسمعي قران، عايزه تسمعي موسيقى، عايزه تشغلي اغاني وتقعدي ترقصي، اعملي اللي انت عايزاه يريحك نفسيا. وحاولوا حاولوا، بنصح نفسي وبنصحكم اننا نقلل شويه التوتر والزعيق مع الولاد، انا بنصحكم لكن انا بحاول اعمل كده، ساعات بعرف وساعات ما بعرفش. ولما تزهقي خالص ادخلي اوضتك واقفلي على نفسك وادي نفسك وقت كده مع نفسك ان انت تبقي مع نفسك، مش عايزه اكلم حد، مش عايزه ازعق، مش عايزه اتخانق،
كل حاجة بتعدي، المهم حبي نفسك. ايه رأيكم في الفيديو؟ مستنية تعليقاتكم الحلوة واسئلتكم واي سؤال، بنجمع كل اسئلتنا وبنسألها في لايف كل يوم سبت الساعة 10. بحبه. مشكلة الجفاف المهبلي اللي بتكون عند بعض النساء قبل انقطاع الدورة الشهرية او بعد انقطاع الطمس ممكن تحسينها باستخدام زيت طبيعي زي زيت جوز الهند، وطبعا يجب استشارة طبيب لاستخدام بعض الكريمات اللي فيها هرمون الاستروجين لعلاج الجفاف المهبلي أثناء العلاقة. دلعي نفسك عشان ما فيش حد يدلعك. البطرمان ده لازم يكون جنب كل ست في مرحلة 30 او 40 او حتى بعد كده، تمر وعين جمل ولوز وزبيب ودارك شوكولات. دلعي نفسك وحبي نفسك وزودي هرمون السعادة عندك، وطبعا مليان فيتامينز وسيلينيوم ومغنيسيوم وحاجات مهمة قوي ليكي ولصحتك، بالاضافة طبعا لبعض الفيتامينات والحاجات اللي لازم تاخديها في الفترة دي. بس طبعا ما فيش احسن من الحاجات الطبيعية، وما تنسيش بذور الشيا والمشمش والتين.